بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قدر الله عز وجل لا اعتراض عليه، وعسى ان تكرهوا شيئا كما قال الله سبحانه وتعالى وهو خير لكم. لكن لو سالتك يا عبد الله عن اهم الاشياء يعني اللي فقدتها وتتمنى حصولها بعد اصابتك يعني بالشلل والعياط، أماني إيه ترى أماني تتعبني في حسن أمني أني أسجد لله سجد وإن شاء الله ما أقوم منها أنا لا أقدر أسجد لك ثاني إني أقلب ورقة المصحف هذه أنتم ما تفكروا فيها، أنا أشوفها مثل الجبل. الثالثة إني نفسي وقت عيد أو مناسبة أو فرحة إني نفسي وقت عيد أقوم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.